في ليلة العيد وحنا صغار كانت أغنية محمد عبده من العايدين وطلال مداح كل عام وانتم بخير تنسمع بكل مكان من الراديو والتلفزيون. وقت برامج الأطفال في التلفزيون كانت من أجمل اللحظات اللي كنا نحتريها. كنا نلعب بأشياء بسيطة والقوي فينا اللي يكون عنده أتاري ويعزم أخوياه عليه. جاء جيل التسعينات وبدت ملامح التقنية تدخل علينا مع دخول كمبيوتر صخر والألعاب الإلكترونية، ومع دخول الألفية والنقلة النوعية للتقنية تغيرت حياتنا مع الجوال والإنترنت والطفرة اللي صارت بالأجهزة الذكية والتطبيقات الاجتماعية والتطبيقات اللي سهلت علينا نطلب مقاضينا ومواصلاتنا بضغطة زر من أجهزتنا. التقنيات الحديثة سهلت حياتنا ووفرت أوقاتنا، بس المهم نستفيد منها ونحرص أنها ما تسرق سعادتنا، حتى نجمع بين ابتسامة الماضي مع حضارة اليوم وأمل المستقبل. والله لا يغير علينا، وكل عام وانتم بخير.